بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طالباتي الأعزاء، طالبات الصف الرابع، ودرس جديد من دروس التعلم عن بعد لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. الوحدة الأولى: التعامل مع المستند. الدرس الثالث: إدراج وتحرير الصور، الجزء الأول. أهداف الدرس: في نهاية الدرس يجب أن تكون الطالبة قادرة على أن تعرف كيفية إدراج الصور في المستند، أن تعرف كيفية إدراج صورة من الإنترنت، أن تعرف كيفية تعديل الصور. مصطلحات الدرس: إدراج (insert) صورة (picture) التأثيرات (effects). يمكن متابعة الدرس من خلال كتاب الطالب صفحة 30. الدرس الثالث بيتكلم عن إدراج الصور وتحرير الصور. يعني إيه إدراج؟ يعني أنا بدخل صور على المستند أو الملف بتاع الوورد بتاعي اللي أنا شغالة فيه، وتحرير الصور تحرير يعني تعديل، يعني لو أنا حابة أعدل في الصورة بتاعتي بقدر أعدل من خلال البرنامج الوورد. طيب إزاي نعمل؟ أول حاجة إدراج صورة. تعالوا نفتح مع بعض الوورد بتاع بطولة كأس العالم. هنا فتحنا المستند أو الوورد لبطولة كأس العالم لكرة القدم. عايزين نعمل إدراج لصورة، صورة لكأس العالم مثلا أو للإستاد. أعمل إيه؟ أول حاجة أنا بقول إدراج يعني إنسيرت، يعني أروح على علامة التبويب اللي اسمها إنسيرت، وبعد كده عندي بيكتشرز أضغط عليها وبيظهر لي الحساب وبختار المكان اللي أنا حاطه بتاعي. مثلا أنا حاطه الصورة على الديسكتوب اللي هي دي مثلا، وأختارها وأضغط عليها. كده الصورة اتضافت أهي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. عايزين طبعا نصغرها شوية أو نكبرها عادي، مش مشكلة. احنا قلنا إن احنا عندنا كمان تعديل أو تحرير الصور، ياخد كل ده دلوقتي. طيب فأنا كده عملت إيه؟ عملت insert للصورة، عملت إدراج لصورة من المستند، وده أول جزء من درسنا النهاردة. الجزء التاني اللي هو إدراج صورة من الإنترنت. هنا دي الخطوات اللي احنا عملناها دلوقتي. إدراج صورة من الإنترنت بنفس الطريقة، بس بدل ما أختار بيكتشر أختار لاين بيكتشر. مثلا هحطها تحت الصورة دي، فهعمل إنسيرت ولاين بيكتشر، وبعد كده أكتب مثلا الصورة اللي أنا عايزاها. مثلا هكتب وورلد كاب، صور عن الوورلد كاب. هضغط إنتر، يدخل لي على طول على الانترنت ويطلع لي صور عن الورلد كاب. اي صوره بقى نختار، اي صوره مثلا اختار الصوره دي، طبعا هحددها بالشكل ده، وبعد كده اضغط انسيرت. يبقى انا كده عملت ادراج لصوره من على الحاسوب بتاعي، صوره محفوظه عندي على الحاسوب بالطريقه العاديه. ولو انا محتاجه ادخل الصوره من الانترنت بعمل بيكتشر اونلاين او اونلاين اي بيكتشرز. ده تاني جزء من الدرس بتاعنا اليوم. بعد كده هنا الخطوات اللي احنا عملناها: تعديل الصور. تعديل الصور ازاي؟ اول حاجه هاخدها في تعديل الصور ان انا احط للصوره بتاعتي تنسيق او نمط. تنسيق او نمط. طب ازاي؟ انا عندي صوره دي مثلا عايزه اعمل لها تنسيق، لازم اضغط على الصوره علشان يظهر لي حاجة في علامة تبويب فوق اسمها فورمات. لو أنا مش ضغط على الصورة، بصوا كده، لو أنا ضغطت في المكان الفاضي ده مفيش هنا فورمات، لأن الفورمات دي بتبقى خاصة بالصور بس. فأنا هضغط هنا هيظهر لي حاجة فوق اسمها فورمات، ومن خلال البيكتشر ستايلز بقدر أعمل تنسيق للصورة بتاعتي. يعني مثلا بالشكل ده، الشكل ده ممكن أعمل لها نمط يكون زي حواليها برواز بالشكل ده. وهو ده عندي تنسيق الايه؟ تنسيق الصور او تعديل الصورة، او الجزء من الدرس.
الصورة عشان كبيرة فاتنقلت في ايه، في صفحة تانية. تمام كده خلصنا درس اليوم، بإذن الله أشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.